الزمالك يعبر الاسماعيلي في مواجهه ما كانتش سهله، والبطل دايما واحد اكيد. النهارده الزمالك قدر يكسب الاسماعيلي بهدف زيزو، الاداء كان جيد والفوز كان مهم في مشوار الاحتفاظ باللقب، والاسماعيلي قدم مباراه محترمه جدا فنيا وضيع فرص خطيره جدا. عوده الاسماعيلي للتراك مره ثانيه اهم بكتير من نتيجه النهارده اللي كان ممكن نقول بحسب جدول الدوري متوقعه. مباراه في المجمل كانت ممتعه وتفكرنا شويه بكلاسيكيات الاسماعيلي مع الزمالك ومع الاهلي. الحمد لله على السلامه.